مشاهدين السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير هانيين الحمد لله والشكر لله. كي دايرين مع شي صهد؟ ايوا السمايم هادي، الله يجعل السمايم سمايم وليالي ديالي. ايوا الحمد لله كلشي زين. انا راه مهوي هنايا، راه شتوني فين ساكن؟ قلتلك راه شتوني فين ساكن؟ راه في اعلى بلاصه في الدوار هو انا، الدار ديالي مغاربي الحمد لله. والله يجيب السلامة، الله يرفق علينا وعليكم. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصة من القصص ديال الناس زمان، وقعت ما بين جوج دواور بكرية، ملي كانوا رجال رجال وعيالات عيالات، ماشي بحال دروك. دروك راه ما بقاو رجالة، قلالين رجال. ما ديك الساعة المرأة في الدار الشقة ديالها ما تدخل حتى في شي حاجة، حتى في شي راي ما كتدخل فيه، راي الرجال راه متابعين شغلهم، العيالات مقابلين ديورهم. اما دروك الا مشيتي عند شي واحد تخطب عنده غير الدرية، غادي نقول لك شحال نتوما في الدار، نقول لك شحال نتوما في الدار، وفاش كتخدم، شحال كتربح. نقل لك الحساب، ندير لك المحاسبة، تشوف شحال ديال الضريبة غادي تخرج لك، تشوف هذيك الضريبة وديك الخطية اللي بغات تعطيك واش تقدها هذيك المنطة ولا ما تقدهاش. إوا بعد وتقول لك بنتي راه ما طيب ما قدتش شقة. إوا بعد لا بنتك ما طيب ما تشقى، نقولوا شادينها تقابل لنا المخابرات، ولا قالوا لك انا اللي بغيت نخطبها انا هو الشاف موحى نطيب ونعطي ليها. إوا ما عطنا غرات ما كاين باس، قالوا لك شي اخر هذا وساعة اخرى هذه ما كاين باس. إوا نرجع لكم القصة هي اللي بغيت نعاود لكم، قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال القصة علاش مبنية، ما تنساوش الاشتراك في القناة وجيم، عادي ديروا جيم جعمونا شوية، عادي ديروا جيم باش نبقاو شادين معاكم حتى حنايا، كتضيعوا الوقت والويفي وكل شيء وما كديروش جيم، بارطاجيو الفيديوهات وديروا جيم باش نبقاو نعطيوكم الخبير والقصات ونبقاو غاديين دقوقة ما كاين باس. يا القصة ديال واحد المرا ما بين واحد جوج دواو بكري، واحد المرا بكري ما بين جوج دواو كيما قلت لكم كانت زينة، زينة بزاف، ولكن واخا زينة واعرة كيما قلنا، واعرة تتبغي هي اللي رايها هو اللي يكون، وكيما كتعرفوا بكري الرجال ما تيبغيوش الراي ديال العيالات، ما دروك راه غاديين غاب راي العيالات ما كاين باس. اللي خاض هذيك المرأة واعرة ما كتصنتش ليه، كتبغي دير داكشي اللي بغات هي، كيطلقها كتطلق تقعد شوية مع زينة كتزوج تاني، اللي مشات عندو في هذاك الدوار كيطلقها، تزوج في دوار اخرين تبغي دير غير اللي بغات، ما كتقادش مع راجلها كطلق ثاني. وا شفت وبقاو الناس كيهضروا عليها، هو يقول لهم واحد السيد واحد الدوار شحال تعطيو هاد المراه اللي دعقاتكم كاع هاد الدواور، انا غادي ناخذها الى ما جي الى ما جتها زايره عند والديها ودرت ليها البردعه والشوارع وركبت فوقها، شحال تعطيوني وما تسلموش عليا. قالوا لي هاي 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 شحال من راجل دوزاتو ما بقى غير انت، هو تيبان محقور حاقرينو ولكن هو ذكي، وتحطوا معاه شي تيقولوا تحطوا شي تيقولوا تخاطروا، وداروا معاه واحد المبلغ ديال المال. هذاك الدوار ذاك الدوار فاش كاينه ذاك فاش كاينه ديك المراه تخاطروا معاه على واحد المبلغ ديال المال، الا هو جايبها زايره عند والديها ودار ليها البردعه والشوارع وركب عليها. قال لهم الا ما درت ليها البردعه والشوارع وركبت عليها وانتم كتشوفوا ما عمركم تسلموا عليا وما تسلموش على الرجال. ايوا قالوا هذا ما يدير والو، هذا فيه غير الهضره. ايوا هما يتحطوا معاه بواحد المبلغ ديال المال، وهو يمشي يخطبها في واحد الدوار اخر وتزوج بها، وقال لها مرحبا بك راه غادي نتهلا فيك واللي عجبك ديريه، انا راه ما عندي غرض، ما عندي سوق غلبني ولا ما تغلبيني، دير اللي عجبك رايك هو اللي نتبعو.
وغادي نتهلا فيك وما مريض ما دوي ما كاين باس مرحبا بك. انا قالت لي سيدي واخا، قال لي ولكن عندي واحد صارت واحد هو اللي عندي بوحدو. قالت لي ما هو؟ قال لي هبتي انا مره كتجيني واحد الضروره في العام ولا في عامين ولا ثلاث سنين كتشد فيا هذيك الضروره، كتشد فيا نهار ولا يومين تتفوتني، غير هذيك النهار ولا يومين ما تشدني هذيك الضروره، هذيك اليومين هي فاش تصبري ليا فهاديك عامين ولا ثلاث سنين، هذيك اليومين ولا نهار غتصبري ليا الا شدتني هذيك الضروره، حتى انا هذاك الشيء اللي بغيت راه هو اللي غادي يكون. انا قالت ليه ملي غنهار ولا يومين ماشي مشكل، حتى انا قبل هذا الشرط. قال لي الا شدتني الضروره، الا ما شدتنيش طبط الله يعفو عليا، الله يعفو ما كاين باس. قال لي يا سيدي مرحبا. ايوا داها خدها وتزوج بها وتهلا فيها. بعد واحد النهار قالت ليه نمشيو عند والديا، قال ليها مرحبا يلاه نمشيو. ايوا برد حمارو اركب عليه. ايوا داو داكشي اللي بغاو يديو. ايوا هزو واحد الفلوس بلديه دارو في الشوارع، ركب على حمارو تبعاتو من دوار لدوار، من دوار لدوار وغادين، وهو موصلين مولين هذاك الدوار. قال ليه ردوا البال نتوما راه مقاودين مع الطريق ديالنا حيت الدوار مجاورين وراكم تتقعدوا في الجامع. المهم ردوا البال، راه قررت نجيبها الزيراء، داكشي اللي قلت لكم راه غادي نديرو ان شاء الله. ايوا الناس كيصليو العصر ولا الظهر تيبقاو مجمعين تما رادين البال الطريق حدا الجامع. ايوا ركب على حمارو دارو داك الفلوس في الشوارع تم غادي، زاد زيد 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 تبعاتو زيد 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 واحد شويه هو يكعكع داك الفلوس. ملي كعكع داك الفلوس وهو يحنحن، هو زعما بدا يحنحن، بداتو الضروره وراء القوالب، ما بداتو لا ضروره لا حتى حاجه، وهو يحنحن وهو يجيب داك الفلوس يذبحو ويخبطو الارض، وهو يركب على الحمار وهو يزيد يتبعو زيد 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 زيد. ركب الحمار على الدوار قرب لذاك الجامع نيت من ديك النيه، داك الشيء اللي بغا دارو ذاك الحمار. هرت الحمار نقز من فوقو، جبد الموس دوز على الحمار، ذبح الحمار لاحو، قال عليه البردعه والشواري، قال لمرتو زيد زيد. قالت ليها شنو؟ قال ليها زيد تحذر. هي تحذر، دار عليها البردعه دار عليها الشواري، كرف عليها الشطانات وهو يركب عليها، تدازم فم الجامع. الجماعه ديال داك الدوار قاع تشوف ديال ديك المراه راكبه على المراه، وهو دار ليها البردعه والشواري وهما تيشوفوا، وغادي على يديها وعلى رجليها، وبقاو غير كيتعجبوا على داك السيد كيدير هذيك المراه، تا دار ليها داك القلب. ايوا وبرد ديك البركه اللي تحط معاهم واحد المبلغ ديال المال كثير، هو يشدو عندهم هذاك المبلغ ديال المال، وتشوفوا الرجال وتشوفوا الحيلات والذكاء ديال الرجاله كيداير. ايوا قال لي ظروف، بغيتي تطلق يطلق، بغيتي تقعد يقعد. ايوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوا ردوا بالكم مع العيالات، حتى العيالات تيبغيو شويه ديال القوالب والسياسه، واخا كاع تغلبك مره قول لها تعف عليك، ما قول وصيو عيالاتكم ما يعودوش يعايروكم قدام الناس وقدام وفي الزنقه وقدام خوتكم وقدام العائله ديالكم، تا تكونوا عا في الدار عرفتي وجهك للطريش ما كاين حتى مشكل، الدنيا هانيه، غير المهم ما تضحكش فيك عباد الله. ايوا ما تنساوش جيم، لا اللي غالب مرسو لا اللي تياكل الطريش، كاع ديروا جيم، الله يجازيكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قصه اخرى ان شاء الله، اعطى الله ما يدار، الله يعاونكم.